المسح على الخفين ثبت بالقرآن على قراءة الخفض في سورة المائدة إذا كانت القدمان مستورتين، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الخفض كما قال بعض العلماء. وأما من حيث السنة قال الإمام أحمد رحمه الله فيه 40 حديثا ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، يعني ليس في قلبي أدنى شك من المسح على الخفين، بل إن العلماء عدوا المسح على الخفين من قبيل الحديث المتواتر معنوياً.